خير مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من السياسة اليوم 2/15/2023. بشرفني رحب بضيفي بالاستوديو الباحث في الشؤون الإقليمية والأستاذ الجامعي دكتور طلال عتريسي. صباح الخير دكتور. نور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. في محاور هذه الحلقة، بعد 100 يوم ويوم، ماذا عن الحرب على غزة والمنطقة أيضا، الجبهة الجنوبية إلى تصعيد؟ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يجدد التأكيد على معادلة لا تراجع في الجنوب قبل وقف العدوان على غزة. بالموازاة أيضا هناك حراك لمفادين إلى المنطقة وتحديدا إلى لبنان، سنتوقف عند زيارة هوكشتاين ويعني الرد الواضح اللي كان بالأمس بخطاب سماحة الأمين العام لحزب الله، بالإضافة إلى الملفات الداخلية. الصحف اليوم نشرت أنه المملكة العربية السعودية يبدو أنه اليوم عم ترجع تعيد تحريك عجلة ملف الرئاسة. هلأ منسأل شوي بالتفاصيل. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. إذن 100 يوم ويوم على الحرب على غزة، المقاومة صامدة، الاحتلال ينتقل من فشل إلى آخر، والولايات المتحدة الأمريكية بدأت يعني تقوم بزيادة دعم لهذا الكيان خارج الحدود الفلسطينية، أقصد استهداف الحوثيين في البحر الأحمر. هل تورطت الولايات المتحدة الأمريكية دكتور؟ ويعني السؤال الأبل إذا سمحت لي، بعد 100 يوم ما هي خلاصة المشهد حتى الساعة؟ خلاصة المشهد يرتبط بأهداف الحرب. نعم. يعني بصير السؤال هل تحققت أهداف الحرب أو ما الذي تحقق من هذه الأهداف؟ لأن أي حرب عادة تشن لتحقيق أهداف معينة، أهداف عسكرية ثم أهداف سياسية. الإسرائيلي أعلن من الأيام الأولى للحرب أنه هو يريد تحرير الأسرى، يريد القضاء على حركة حماس، وكان يضيف في بعض الأحيان أنه يريد تغيير طبيعة السلطة في غزة، إما سلطة فلسطينية جديدة، إما سلطة دولية، إما أنه هو يحكم غزة. وكان أحيانا كمان يقول هو يريد تهجير أهل غزة. صحيح. وبعض الأغبياء عنده كانوا يقولوا بدنا نبيد أهل غزة، واللي استخدمت ضدهم بالمحكمة الدولية. نعم. إنه إحنا بدنا نزيد قنبلة نووية على أهل غزة ونقضي عليهم. يعني وزير البيئة. هاي أهداف الحرب. الأهداف المعلنة الرسمية هي إطلاق الأسرى والقضاء على حركة حماس. جردت 100 يوم، مرحلة أولى وثانية وغيره وثالثة، ما بعرف كم مرحلة، لغاية الآن لم يتحقق أي هدف، لا الهدف الأول ولا الهدف الثاني، على الأقل المعلن، وهو اللي كان بيسمحوا بتحقيق الأهداف الثانية. يعني لو أطلق سراح الأسرى بالقوة وتم القضاء على حركة حماس، بعدين بيصير سهل التهجير، بيصير سهل تشكيل حكم جديد لغزة، بصير سهل احتلال غزة. صحيح. لو تحققوا هول الهدفين. لغاية الآن صفر إنجازات، صفر صفر بدون أي مبالغة. والمعلقين الإسرائيليين والمحللين والخبراء السياسيين ومسؤولي الموساد السابقين ومسؤولي حكومة سابقين كلهم بيقولوا أنه نحن لم نصل إلى أي نتيجة، وبلش الحكي أكثر فأكثر انه خلينا نطلع من هالمأزق. يعني في اجماع تقريبا حتى الان عم بقرا بداخل الحكومه، بعد في نتنياهو وحدا تاني، انه لا بدنا نكفي الحرب. نعم. الباقيين بيقولوا لا خلص بكفي، 100 يوم ما حققنا شيء. يعني حصيله 100 يوم هي لا شيء، بالعكس قتل المدنيين والابرياء وقصف المستشفيات والمدارس، وهذا لا يعتبر انجاز، بالعكس كمان استخدم ضد إسرائيل بالمحكمة الدولية. صحيح. إنه هذه جرائم إبادة جماعية. هلأ كمان حرب 100 يوم
تخالف كل العقيدة العسكرية اللي تأسس عليها هذا الكيان، اللي هي الحرب الخاطفة والإنجاز السريع. الحرب الخاطفة يعني مش بس هي مفاجئة، هي حرب خاطفة تحقق إنجازات خاطفة. يعني أنت بست أيام بتدمر كل مطارات الجيوش العربية، تقضي على أي إمكانية للرد، وتمنع العدو من التفكير في الرد. هاي الحرب الخاطفة، هاي العقيدة العسكرية الإسرائيلية مبنية على أنه جيش قوي وأنه مساحتهم صغيرة، يعني ما فيهم يخوضوا حرب طويلة وينزل قصف عليهم مثل ما هلأ عم بصير فيهم وتهجير وغيره. لا، نشن حرب خاطفة خلال أيام، نحقق إنجاز سريع، نصر كبير، العدو لا يستطيع أن يفكر بالرد. 100 يوم ما بحياتها خاضت إسرائيل حرب، 100 يوم ما بحياتها. يعني مشان هيك في شيء، في وضع جديد، الإنجاز صفر، عقيدة العسكرية صارت شيء مختلف تماما، بدهم يرجعوا يفكروا شو بدهم يعملوا. عم ينطرح عليهم أسئلة كمان وجودية، البعض بيقول إذا ما ربحنا بهذه الحرب معناتها وضعنا الوجودي في علامة استفهام. صحيح، هي نتائج الحرب. طيب دكتور، تحدثت عن اليوم يعني في نقاش داخل كيان الاحتلال عن أنه هناك يعني رأي يقول أنه كفى بعد 100 يوم، ورأي آخر يقول لا بدنا نكفي. طيب في هناك مأزق يعني اللي حضرتك تفضلت فيه بالفشل لقوات الاحتلال، هل اليوم يعني يمكن أن يكون الحل ما يدور اللي عم نشوفه بكتابات تقارير بتطلع من الولايات المتحدة الأمريكية، أنه خلص للخروج من هذا المأزق يجب الإطاحة بحكومة نتنياهو، بحكومة هذا بالحكومة المتطرفة، والإتيان بحكومة تشبه الحكومات السابقة اللي كان فيها مثلا إسحاق رابين، هدول العالم اللي كانوا بين هلالين يعني مش عم تسوق لهم معتدلين، يوافقون على المفاوضات مع الفلسطينيين، وخصوصا انه في يعني حديث موقع إكسيوس الاخباري كتب انه جو بايدن سكر الخط بوجهه لبيبي لبنيامين نتنياهو للابن المدلل. صحيح، شوف الجوهر الأزمة عند الولايات المتحدة الأمريكية أنه الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز، هاي المشكلة الحقيقية. هو يدعمه لغاية الآن، يدعمه وهو يريد أن ينقذه، أنه طيب بكفي بس ما عم يضغط كتير عليه. حتى الأمريكي قال أكثر من حدا، بلينكن وبايدن وغيره، أنه نحن ما قلنا له وقف إطلاق النار، قلنا له غير بالطريقة، يعني خفف إحراج لألنا. تظاهرات بالعالم، رأي العام الغربي عم يتغير بداخل أمريكا، بلندن، ببريطانيا، عشرات آلاف الناس. فالأمريكي خايفين على انتخاباته، بايدن عم بيقول له نتنياهو أنه غير شوي. وحتى الأمريكي بيقول ما في شيء إثبات أنه في يعني إبادة وقتل للمدنيين، في وقاحة يعني. صحيح، صور كل العالم عم تشوفها، أطفال، آلاف الأطفال، يعني نساء وأطفال هن أكثر من نصف الضحايا والشهداء. قول أمريكي ما في شيء، ما في شيء. فمن جهة هو يريد أن يتم شوية تغيير، تنياهو ما عم يرد، يعني مثل ابن مدلل، الأب مش عم يعرف كيف يتعامل معه، ما بده يكسره وبنفس الوقت ما بده يتركه. فالمأزق عند الأمريكي كمان أنه هو كيف يتعامل مع نتنياهو. عشان هيك بنسمع لأول مرة بأثناء الحرب التي تخوضها إسرائيل يجب تغيير الحكومة ويجب إطاحة بنتنياهو، ومن الداخل الإسرائيلي كمان أنه يجب تغيير الحكومة. صحيح، هذا شيء غير مسبوق. هذا عن شو بيعبر؟ بيعبر عن أزمة حقيقية. لو الجيش برجع بقول حقق إنجازات، كانت كل العالم معه، كان بايدن يعني معه، ورغم كل الصواريخ اللي عم بيطولوا إياها والأسلحة وكل القتل اليوم هو بالذخائر الأمريكية. يعني لو الأمريكان وقفوا
كانت فضيت الذخائر مخازن الإسرائيلية من الذخائر. إذن المشكلة أنه إذا وقف الإسرائيلي الآن يعني اعتراف بانتصار حركة حماس والمقاومة الفلسطينية إذا وقف هلأ، لأن ما في أي إنجاز. بالعكس رينا تقارير إسرائيلية أنه حماس والجهاد رجعوا على شمال غزة، محل ما كان الإسرائيلي محتل وأنه نظف وكذا وكذا. نعم. طيب إذا كفى الإسرائيلي، ما هو في حلين، يا بيوقف يا بيكفي. نعم. إذا وقف يعني هو فشل، حماس انتصرت، وإذا كفى مش معلوم حجم الخسائر اللي بدها تزيد، والتغيير بالرأي العام العالمي والضغوط اللي عم تمارس على إسرائيل وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية، والتوسع اللي عم بيصير بالتوتر بالمنطقة. ومش ضامن الأمريكي إذا قال له للإسرائيلي يعني معلش كفي قد ما بدك، ما مش ضامن النتائج ستتغير. عشان هيك في أسئلة ما إلى أجوبة عندهم. نعم. مش بس إنه يعني إنه نحن عم نطرح أسئلة، هن أسئلة مش عارفين اليوم التالي نتنياهو ما قادر يجاوب عليه. شو بدنا نعمل بعدين مش قادر يجاوب. يعني بتوافق إنه نحن اليوم أمام حرب عبثية، ما عم يعني ما في وضوح لأمد هذه الحرب، وبالتالي كمان يعني عم نشوف إنه ما في قبول اليوم عند طرف كان يدخل بمفاوضات بشأن الأسرى، عم بحكي تحديدا عند فصائل المقاومة. اليوم وقفت كل المفاوضات مع العدو الإسرائيلي. بالأمس سمعنا الناطق باسم حركة حماس يقول مصير الأسرى أصبح مجهولا، ما بقى عم يعرفه، في جزء ربما قتل بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، وجزء عن جد ما عم نعرف صرنا وينه، لأنه مش كلهم عند حماس. طيب، وأيضا البيت الأبيض يقول أن حماس من أوقفت هذه المفاوضات، وأن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة يعني التواصل مع شركاء تحديدا مصر وقطر في هذا الموضوع. برأيك اليوم المقاومة في وضع القوي التي تفرض شروط ولن تتجاوب مع المساعي الأمريكية عبر الوسطاء؟ شوف، أولا الحرب تحولت على يمكن من البداية هي بالعقلية الإسرائيلية حرب إبادة، هو يستهدف الإبادة، مش أنه هو مش عم بيعرف شو عم يعمل، هو مش عم يقدر يوصل لنتائج، بس هو عارف شو عم يعمل، هو يعني يشن حرب إبادة لأهداف يريد أن يحققها. هو يعتبر أنه أولا إذا قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين بالنسبة له هذا إيجابي، وعقائديا هذا ينسجم. سمعنا حاخامات، وسمعنا وزير دفاع، يمكن وزير الحرب، هو الحيوانات بشرية يجب التعامل معهم بهذه الطريقة، يعني قتلهم، وهذا أهداف واضحة. اثنين، القتل أكبر عدد ممكن من الناس، أطفال والنساء، الهدف منه هو أنه الناس تترك غزة وتهرب، هدف التهجير. وهدف تاني هو تحميل حماس المسؤولية انه انتو بسببكم نحن عم بنموت. نعم. عشان هيك هو يستهدف. ومش فارقة معه حرب الإبادة، لانه هو يعتبر انه ما حدا بيحاسبه. نعم. ومش متوقع هو انه يصير محكمة دولية وممكن نحكي عنها بغض النظر. نعم. يعني عن نتائجها. لان الإسرائيلي لم يحقق الأهداف، ولأن حركة حماس تحديدا والفصائل الأخرى والجهاد ما انكسرت، مشان هيك بنشوف شروط واضحة ومحددة، وأنه نحن لن نعود إلى هدى جديدة. الحل الوحيد لإطلاق الأسرى هو وقف إطلاق النار. هذا شو بيعني؟ بيعني أنه حماس بعدها قادرة تتحمل، ومش على وشك الهزيمة، وأنه طيب خلينا ناخد نفس أسبوع عشرة أيام، هذا ما بيعني شيء، هذا تأجيل للقتل، تأجيل لاستئناف القصف وقتل المدنيين. اللي عنده مشكلة اليوم الإسرائيلي والأمريكي، أمريكا عم يبرم بيحكي مع القطريين والمصريين إنه شوفوا كيف بدنا هدنة ثلاثة أشهر، أسبوع، أسبوعين، والموقف صحيح إنه ليش أسبوع وليش أسبوعين؟
بس هو أسبوع تأجيل القتل يعني. والإسرائيلي بيرتاح بشيل جنوده ببدل وما بعرف شو كذا وكذا. لا واضح واضح أنه الطرف المتشدد اللي عم بيقول في شرط وحيد هو وقف إطلاق النار. هو المقاومة بالداخل، وهذا بيعكس أنه وضعا لا يزال لغاية الآن هو وضع قوي. طبعا في خسائر وطبعا في تضحيات وطبعا في يعني صبر وفي ناس كتير يعني مجازر تلحق بالناس، بس ما في خيار تاني، ما في خيار تاني غير أنه الثبات والصمود، وهذا متحقق. طيب يعني هذا الصمود إذا بدنا ننقله على جبهة الشمال مع فلسطين المحتلة، يعني جبهة لبنان الجنوبية، هيدا كمان اليوم هذا الواقع ينسحب على هذه الجبهة، بمعنى دكتور أنه كمان المقاومة في لبنان هي اليوم التي تفرض الشروط بالموازاة مع الكلام الذي حمله المفد الرئاسي الأمريكي هوكشتاين إلى اللبنانيين أن أوقفوا حزب الله، كانت الرسالة واضحة بالأمس من سماحة الأمين العام لحزب الله. اليوم المقاومة في لبنان كمان يعني بنفس الإطار هي من يعني تفرض الشروط. في يعني أنا بتابع التصريحات الإسرائيلية. نعم. هلأ من جهتنا يمكن واحد يقول لا أنتوا عم بتبالغوا، أنتوا عم بتزيدوا، أنتوا كذا كذا. الإسرائيليين رئيس المستوطنات بالمحازي لألنا كذا بيقول إنه نحن مش قادرين نرجع، حاجة تبيعونا أوهام وأنه القصة بتنحل وما بتنحل وكذا، ما قادرين نرجع ونحن وضعنا سيء. حدا تاني بيقول هاي مش مناوشات، انتم بتقولونا هذه حالة حرب، حزب الله هو يعني يتحكم فينا، عم يتصيدونا مثل البط. بيقولوا هاي التصريحات هن بيستخدموها. حدا بيقول أنه ما فينا نرجع، هذا المستوطنين مش رح يرجعوا على المستوطنات المحاذية لجنوب لبنان. حدا ثالث بيقول نحن المردوعين مش حزب الله المردوع. حدا رابع بيقول انه انتو عم تهددوا لبنان على العصر الحج، هاي نحن بلا كهرباء. فهي هذا وضعهم، هذا وضعهم، عدا عن الاصابات المباشرة الجنود والضباط اللي الاسرائيلي ما بيعلن عنها، المنشآت الحيوية، اجهزة ورادارات التجسس، مراكز القيادة، هذا كله عم ببين. وبالتالي لا، هاي جبهة حقيقية. المطلوب من الأمريكي أنه وقف هاي الجبهة حتى يكون الإسرائيلي مرتاح، مش كرمال اللبنانيين مثلا يعني. حتى يكون الإسرائيلي مرتاح ويتفضل غزة. هذا الإسرائيلي، هذا الأمريكان هيك بده، أنه وقفوا لنا هاي الجبهة، وأنه نحن ما بدنا حرب، وعم يدفعوا مصاري يحطوا إعلانات ما بدنا، نحن ما بدنا حرب. شو نحن يعني أنه عم نفتش على الحرب؟ بس نحن بنعرف كمان انه اذا الاسرائيلي حقق نصر سهل بغزة خلال اسبوع او اسبوعين مثل ما كان متوقع، اليوم التالي هو لبنان. صحيح. يعني هلأ عم ينسأل شو اليوم التالي، ما عندهم جواب، بس لو كان حقق نصر سهل كان اليوم التالي لبنان متسلحا بكل هذا الدعم الدولي اللي كان دولي وانجاز سريع وخلص من المقاومة بفلسطين. ليش بده يخلي هالشوكي بلبنان كمان بشن حرب والعالم معه و27 انه هو عم يدافع عن نفسه، انه هو كمان عم يدافع عن نفسه، بيطلع انه حزب الله عامل 27. نعم. مثل ما دائما هن بيقدروا يعني يخترعوا سرديه معينه، وبالتالي لا، هن يشعروا بقلق شديد. لو لم يكن هناك قلق شديد الامريكي ما بيتحرك، ولا الاوروبي ولا الالماني ولا غيره، كله هلأ متحمس. الألماني ساعتها ساعة بده يبعث جنود على الحدود، ساعة مش عارف شو. فهي جبهة يعني في جزء منها هي حماية للبنان، الناس ممكن مش كتير بتقتنع بهذه المسألة، بس هذا جزء منها حماية للبنان، وجزء أساسي هو دعم للمقاومة في غزة لمنع العدو من أن ينتصر في غزة. طيب بهذا القلق اللي حضرتك عم تحكي عنه، هذا القلق الأمريكي والدولي، هل فقدت حكومة الحرب الشمال الفلسطيني؟ وزير الحرب السابق ليبرمان يقول لقد فقدت حكومة الحرب الشمال، ما يحدث مع حزب الله هو الخروج على القانون من الدرجة الأولى، إذا لم نعد إلى رشدنا بسرعة فسنفقد السيطرة على
الأجزاء الاستراتيجية لأمن الكيان، شو يعني الأجزاء الاستراتيجية لأمن الكيان دكتور؟ الكيان قدرته الاستراتيجية اللي هي حماية وجوده من جهة، القدرة على الردع، يعني ما تخلي الآخرين يفكروا إنه هن بيقدروا يضربوا أو يواجهوا أو يشنوا عمليات. هذه القدرات الاستراتيجية، هذا وجوده، هو وجوده بقدرته العالية على الردع. شناك حكينا أنه بيعمل حرب خاطفة ليردع العدو اللي هو نحن عن التفكير بأي عملية. حماس شو عملت بطوفان الأقصى؟ كسرت كل مقولة الردع وما تبقى منها، لأن أنا دائما بقول فكرة أنه خلال هالعشرين ثلاثين سنة قدرة الردع عند العدو كانت عم تتآكل، يعني هي مش فجأة انهارت. أنت وقت تعملي تحرير بالألفين بتكوني يعني أكلت شقفة من قدرة الردع، قدمنا قدمة من قدرة الردع، شلنا يعني حجر من هالسور الواقي اللي هو قدرة، شلنا حجر كبير عمود أساسي بالألفين وستة، شلنا 30 حجر. بالألفين وثمانية بغزة نشال حجار تانيين، وبالألفين وتسعة واثناش وثمانتاش وتسعتاش، يعني كان فيه عم تتآكل. بسبعة تشرين انهار الحياة كله، فاتوا ما في أجهزة تنصت، ما في رقابة، الجيش ما قدر يعمل شيء، يتصلوا بالقيادة ما حدا عم برد، صار فلان يتصل بصاحبه يقول له بعت لنا شوف طيارة شوف شو بدنا نعمل. البعض المعلومات هأرس بتقول بس طلع الطيران قصف المدنيين المستوطنين اللي كانوا هربانين تقتلوهم، طلعوا كذب انه حماس دبحت وقتلت اطفال انه اساس ان داعش يعني وانه هني يبرروا كذا. هيدا القدرة الاستراتيجية، هاي القدرة الاستراتيجية اللي هلأ هي مش قادرة توقف الحرب بالشمال، مش قادرة تعمل ضربة نوعية لتوقف الحرب بالشمال، ما قادرة. يعني شو؟ يعني هي دايهم ربطين مثل ما نحن بنقول، يعني مردوعة بالمعنى الاستراتيجي. وبالداخل مش قادرة توجه ضربة قاسية إلى المقاومة بغزة، شو بيبقى من قدرة الردع؟ بيبقى الطيران وبيبقى الأمريكان. هذه القدرة اللي عندهم. فمشان هيك هذا الطيران على فكرة بكل العلوم العسكرية ما بيعمل انتصار. ما بيغير الموازين، اللي بيغير الموازين هي الأرض. يعني هلأ طلعوا الأمريكان قصفوا باليمن وبصنعاء وبكذا، تغيرت المعادلة؟ ما تغير. بعضهم يعني أنصار الله بيقدر يوقفوا بواخر وبيقدر يحتجزوا بواخر رايحة على إسرائيل، صحيح، وما تغيرت المعادلة. قصف ما بيغير، بيدمر بيقتل بيعمل مجازر. والدليل أن إسرائيل لاستعادة قدرة الردع صارت مقتل 25 ألف فلسطيني ولم تستعد قدرة الردع لحد هلأ. ربما على العكس، يعني تم تكريس توازن الردع بين يوم المقاومات. دكتور رح إذا سمحت لنا نتوقف مع أول فاصل، بدي يعني أحكي أكثر عن قوة الردع ليس فقط على جبهة الشمال أو جبهة الجنوب مع فلسطين، أيضا على لمحور المقاومة ككل. وبدي أسأل عن الاستهداف الأمريكي البريطاني لمراكز حركة أنصار الله في اليمن، يعني هذا الموضوع هل ورط الولايات المتحدة أكثر؟ مشاهدينا فاصل قصير ونعود. مجدداً برحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الثاني من السياسة اليوم. أجدد الترحيب بحضرتك دكتور طلال عتريسي، الباحث في الشؤون الإقليمية والأستاذ الجامعي. دكتور قبل الفاصل كنت عم بسأل حضرتك، تكريس قوة الردع اليوم بعد أكثر من 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، جبهة الجبهة الفلسطينية داخل الفلسطيني، جبهة لبنان، ومروراً ب الجبهة يعني العراقية واليمن، وبطبيعة الحال اليوم يعني سوريا لاستهداف مراكز الأمريكيين في الشرق السوري. هل اليوم هذا قوة الردع اليوم تمتد من فلسطين إلى اليمن؟
الجبهة اليوم جبهة المفتوحة. أنا بميز بين مرحلتين. المرحلة السابقة كان في تهديد أنه في محور في وحدة ساحات، وكان هذا تهديد للإسرائيلي أنه إذا عملته راح تتوسع الجبهة. اليوم التهديد أصبح أمر واقع بمستويات مختلفة. يعني ما يستطيع أن يفعله اليمني لا يستطيع أن يفعله العراقي، ولا يستطيع أن يفعله اللبناني، والعكس صحيح. يعني إسرائيل ليس بمحاذاة اليمن، ولبنان ليس بمحاذاة يعني البحر الأحمر أو بحر العرب أو كذا، لبنان بمحاذاة الكيان، فهو يتدخل بالحرب المباشرة. العراق يقصف على القواعد الأمريكية بدرجة رئيسية، ويقصف أيضا على بعض المواقع بداخل الكيان. صحيح. سوريا أيضا في قصف على المواقع الأمريكية، وفي نفس الوقت هي يعني أساس في تمرير الإمدادات للمقاومة، مش هناك تقصف المطارات بشكل دائم. إذا حدا بيسأل ليش سوريا شو عم تعمل، هذا دور أساسي. نعم. وليش تقصف المطارات؟ لأنه المطارات بنزل فيها الطائرات الإيرانية اللي بتجيب إمدادات للمقاومة، تحديدا حلب، حتى الناس تعرف ليش أنه بنطوا من مطار دمشق لمطار حلب الإسرائيلية كل أسبوع 5 أيام 10 أيام بيقصفوا. شوفي مش كرمال يعني السواح والزوار، لا أبدا، كرمال يعني الأسلحة والعتاد اللي عم يجي. فالمحور صار عملي موجود فعلي، ويشارك بشكل فعلي وبتأثيرات مختلفة. يعني مثل ما كنا عم نحكي انه كل محور له اختصاص او اعتبارات، هو طبعا اكيد في تنسيق، بس كل واحد هو بيقرر الامكانيات اللي عنده. يعني مش راح يروح المقاوم بلبنان على البحر الاحمر توقف سفن او تعتقل اسرائيليه او كذا، هذا شيء غير منطقي وغير واقع. بس المهم انه المحور اصبح عملي وموجود، وفي يعني جبهه فيها اطراف مختلفه، كل واحد عم يشتغل بس الهدف واحد. هلأ الهدف هو واحد، هو وقف اطلاق النار، وقف الحرب على غزة، كلهم عم يشتغلوا وفقا لهذا الهدف. توسيع الجبهة يعقد الامور بالنسبة الى الاسرائيلي والامريكي. وشفنا تحليلات واحصاءات انه اقتصاديا الاسرائيلي تأثر كثيرا بمنع الناقلات اللي عم بتجيب مواد وسلاح وغذاء وتجهيزات، واللي بدها تمرق عبر البحر الأحمر، واللي منعت أكثر من ناقلة. وشفنا رد الفعل، أول شيء رفع مستوى التأمين، تكليف التأمين، شفنا في مواد معاش عم توصل، في غلب بالأسعار، في شيء توقف، في شركات وقفت الشغل. يعني في ضغط من هذا البعد كتير مهم، في كمان ضغط إعلامي وسياسي ونفسي، وصار يعني اليمن طرف أساسي بجبهة المقاومة. هذا تحول كبير. يعني بأي تطور مستقبلي قريب، يعني سواء الأصدقاء والحلفاء أو الأعداء، بيعملوا حساب كبير وأساسي لليمن. هذا اللي ما كان قبل معركة غزة ما كان. صحيح. يعني كان عم ينحكى انه اليمن كيف بده يخلص من هالحرب مع السعودية ومع الامريكان وكذا وكذا وكذا. كنا عم نشوف المفاوضات يعني اللي عم تجري بالمملكة. نعم. توسيع الحرب، الامريكي اللي عم بيوسع الحرب، اللي هو عم بيقول نحن ما بدنا نوسع الحرب. طب انت بتروح بتوسع الحرب، تجيب البريطاني بتكمشه من ايده. البريطاني يعني ولد مطيع عند الأمريكاني، خادم مطيع عند الأمريكاني. بعرف كيف يعني البريطانيين بيتحملوا، يعني أنا معش يلوم الواحد بعض العرب وبعض الحكومات العربية. ما هو الإنجليزي اللي كانت أمبراطوريته لا تغيب عنها الشمس، اليوم هو خادم مطيع عند الأمريكاني. بالزمانات يعني هو عرب هذا الكيان، عمل كاريكاتير عن توني بلير. نعم، رئيس الوزراء السابق توني بلير، حدا عمل كاريكاتير بشكل هيك كلب رابطينه الأمريكان وجارينه وراهن بوقت توني بلير.
كاريكاتير أجنبي يعني إنجليزي، مش إنه حدا من عنا عمله. هذا أخذوهم للإنجليز ليغطوا حالهم، لأنه هذا التحالف الدولي ما ركب. بس أنا بقوله إنه إحنا نريد يعني لا نريد توسيع الحرب. بس كانت حسابات الأمريكيين خاطئة دكتور يعني؟ أكيد. نعم أكيد خاطئة. أول شيء أنت لا تريد توسيع الحرب، شو يعني؟ يعني أنه وقفوا ما تعملوا شيء وتركوا الإسرائيلي مرتاح. هذا المقصود بعدم توسيع الحرب، أنه بلبنان بيضغطوا على لبنان، بيهولوا على لبنان، ما تعملوا شيء خلي الإسرائيلي يقتل العالم بغزة، باليمن ما تعملوا شيء، بالعراق ما تعملوا شيء، بسوريا ما تعملوا شيء، ما توسعوا الحرب. إذا أنت ما بدك توسع الحرب وقف إطلاق النار، لا ما حدا يعمل شيء، لكن تركوا الإسرائيلي لحاله يعمل. طيب هلأ تدخل الأمريكي شن حرب. هلأ هذا شو هذا؟ أول شيء مجلس الأمن ما أعطى تفويض بشن الحرب، حتى الناس تعرف يكون واضح. مجلس الأمن خد قرار بعدم عرقلة الملاحة الدولية. صحيح. طيب بتصوت روسيا وبتصوت الصين على عدم عرقلة الملاحة، بس ما حدا أعطاها تفويض بأنه روحوا، وما في فصل سابع ولا ثامن ولا سادس ولا غيره، أنه روحوا ضربوا باليمن. طيب هذا شو؟ هذا اعتداء على سيادة الدولة. اثنان، هل هيدا يمنع أو يغير قرار اليمن بدعم غزة ومنع الناقلات الإسرائيلية أو المتوجهة لإسرائيل؟ ما بيغير. شوف النفاق الأمريكي أنه هذا عملوا تدخل أو الحرب أو التحالف من أجل الازدهار، حارس الازدهار. النفاق كذب، شيء بشع كتير. أولا اليمني مش عم بقول أنا بدي أمنع كل الناقلات تمرق، أبدا، أنا عم بقول في الناقلات الإسرائيلية أو اللي رايحة على إسرائيل، أما الباقي يمرق. مش أي ازدهار. يعني شو مين عم بقاتل يعني ضد الازدهار أو شو الازدهار؟ المعركة التي يخوضها الأمريكي هل يريد أن يكمل فيها ضد اليمني ولا بس قصف برجع بتجدد وكذا وكذا؟ هذا لن يغير شيء، بالعكس سيطرح السؤال على الأمريكي بعدين. وهلأ طبعا هلأ موضوع تاني أنه أخبر الكونغرس ولا ما أخبر الكونغرس، ولا أما بيقولوا ليش ما قلت لنا. بغض النظر هلأ هذا شيء ما بيهمنا كتير نحن، ما بيعنينا، بس أنه بده يستكمل المعركة ضد اليمن ولا لا. هل سينجح في منع اليمن من وقف الناقلات المتجهة إلى إسرائيل؟ مش رح ينجح، فإذا عملية فاشلة. أو بده ينزل على الأرض يروح يقاتل اليمنيين؟ لا يجرؤ. طيب على ماذا كان يراهن الأمريكي برأيك دكتور؟ يعني بالحرب اليمن اللي بلشت بال 2015، ما يعرف بالحملة التي كانت تقودها المملكة العربية السعودية على اليمن، ويعني وطبعا واضحة الأهداف والأيادي الأمريكية تجاه هذا الموضوع. اليوم في ظل هذا التفاهم يعني في الأقليم تحديدا بين المملكة العربية السعودية وإيران، ويعني توجه المملكة العربية السعودية بسرعة نحو رؤية 2030 وعلى المستوى السياسي تصفير المشاكل، هل برأيك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لن تجد يعني من ينصرها إذا ما حاولت مجددا يعني تحريك الحرب ضد اليمن؟ لأنه شفنا يعني لم تجد سوى البحرين. صحيح. نعم يعني بحرين يعني يمكن الأمريكان أنه بدهم حدا عربي. موقف الأضعف هو موقف البحر، يعني أهم هو موقف السعودية. صحيح. وكان يعني وبعدين الإمارات. وكان موقف حكيم، يعني الواحد منكم يختلف بمحله بيختلف، بس لكن الموقف هذا موقف صحيح وموقف حكيم يجب الإشارة له. السعودية ليش بدهم يفوتوا مع الأمريكان بمعركة ضد اليمن لخدمة إسرائيل؟ شو بدهم بالشغل؟ وأنا دائما بقول أنه ممكن دولة تعمل تطبيع مع إسرائيل، بس هي ما بتشتغل لخدمة إسرائيل. تفرق أنه خلينا نحن بدنا نحل الأزمة ونعمل تطبيع ونحل المشكلة نخلص من مشكلة فلسطين، ممكن يفكر هيك، بس هو ما بيعمل يعني ما بيخدم على خدمة إسرائيل. ما بيشتغل، ليش بده يعمل هيك؟ هاي واحد. اثنين، السعودي وحتى الإماراتي شيء ما عاد يوثقوا
تمام الثقة كما كان الأمر بالسابق مع الأمريكان. يعني أنه أرامكو قصفت أيام ترامب، واللي ترامب يعتبر متهور، لا طلع بايدن مش أحسن يعني، بس أنه ترامب متهور، طلعت مسيرات قصفت بأرامكو وعطلت الإنتاج شهر اثنين ثلاثة لصلحه وما بعرف شو كذا. شو عمل ترامب؟ كيف حمى حليفه الاستراتيجي اللي هو السعودية؟ إجا قال لهم بدكم السلاح من بيعكم، نحن لن نقاتل عنكم. صحيح. السعودي ما بينساها. طيب إذا فاتوا بالحرب بالتحالف مع الأمريكان صاروا هن هدف بالنسبة لليمن وبالنسبة لقيادة أنصار الله. إذا أنصار الله ردوا وقصفوا بالسعودية مجددا ومنشآت حيوية، أمريكا لن يفعل شيئا. شو بكون كسب السعودي؟ لا شيء. أو الإماراتي؟ لا شيء. ما هو الإماراتي أو السعودي بده يخلص من الحرب بالمنطقة ومن قضية فلسطين لينصرف للتنمية وعشرين ثلاثين وعشرين أربعين وما بعرف شو كذا وكذا. فبالتالي طلع الأمريكي معزول لحاله. ما بعرف الدولة من جابوها، سيشل ما أدري شو، مش سامعين فيها. والله أنا أول مرة بسمع فيها الدولة، ما بعرف وين بأي قارة. وطلع إنه ما في حدا معه، طلع فيه بس الخادم المطيع البريطاني اللي هو يقصه، وطلع ثلاث أرباع العالم مع جنوب أفريقيا بالمحكمة الدولية. يعني الأمريكي كشف إنه هو ماشي بمسار معزول، والموقف الدول المحيطة باليمن مفروض هي تكون معه، ما كانت معه. يعني هو إجا من آخر الدنيا هو والبريطاني ليقصف حماية للاقتصاد الإسرائيلي ليريح إسرائيل، لكن ما بين أنه في معه يعني حلفاء وجبهة عالمية، أبدا ما بين هالشيء، بالعكس. جبهة اليمن يعني هل أد لها من الأهمية؟ لأنه يعني حتى من بعد 27 كنا كتير عم نقرأ مقالات وتقارير بتقول أنه شرارة الحرب في المنطقة يعني ستشتعل من باب المندب. دكتور ليش؟ لأنه اليوم يعني عم بتم تصوير، أو هذا صحيح أنه ما يجري اليوم هو بين محورين كبيرين، الولايات المتحدة الأمريكية ومن يعني يتبعها، والمحور الذي تقوده الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بتوافق على هذا الكلام؟ لا، هي أكثر يمكن صحيح هذا جزء منه، بس كمان في شيء أوسع. يعني اليوم في محور يمكن إيران هي نواة إقليمية فيه، بس في شيء أوسع. يعني اللي صار مع جنوب أفريقيا عم بيقلنا أنه في محور كبير بالعالم له طابع إنساني من جهة، وله طابع يعني بدهم يخلصوا من هيدي الهيمنة الغربية. في نزعة قوية بالعالم اليوم أنه حلوا عنا يا أمريكان ويا غرب. وشفنا بأفريقيا نحن خلال السنة الماضية الانقلابات اللي حصلت بالنيجر وبوركينا فاسو ومالي وبكذا، أنه كله للأوروبيين وللفرنسيين، طردوهن وأنه بدنا نستعيد نحن ثرواتنا واقتصادنا وهويتنا، وبعدين بدكم نتعامل نحن بيكون الند للند. في ناس ضاق صدرا من الغربيين ومن التوحش الغربي من الاستعلاء الغربي. سفير الألماني بيحكي مع الرئيس الأوغندي بيقول له بشفته فيديو، هلا ما بعرف يعني انتشر وكذا، بيقول له في كتير ألمان صايرين بأوغندا. بيقول له شو لك علاقة أنت؟ بيقول له أنت شو خصك؟ بيقول له هني على القليل بتعاملوا معنا باحترام. بيقول له الصينيين عم يجوا بيروح بيشتغلوا إحنا وياهم باحترام. أنتوا كيف تتعاملوا معنا بس نروح على ألمانيا؟ وأنتوا كيف تتعاملوا معنا هون؟ هذا شأن ما بيخصك. طيب يعني حضرتك ذكرت محكمة العدل، دعوة جنوب أفريقيا. فكنت بقول أنه في يعني في محور صاير عالمي مش بس عنا، ينشد التحرر ويعني ضاق زرعا واختنق من هذه الهيمنة الغربية والسيطرة الأمريكية، وبلش العالم يتفلت. دكتور تمام. ومحرقة غزة
وللعالم قدرت تشوفها. هلا هي مش أول مجزرة بترتكبها إسرائيل، بس هي مجزرة طويلة، بس اليوم العالم عم تقدر تشوف. هذا التعاطف العالمي جاي من هون، جاي من هون، إنه بكفي وكذب ونفاق وإعلام يعني مخادع وما بده ينقل الحقيقة. لا، في اليوم عشرات الدول إلى جانب جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا اللي بعيدة عنا آلاف الكيلومترات. صحيح. العالم يتغير، هي هاي القصة. العالم يتغير، العالم الجديد عم يتبلور، عم ينهض. اللي كنا نقول إنه عالم عم بروح لتعدد القطبية، هذا أحد أشكاله وتعبيراته. عشان هيك أنا بقول إنه الموقف من إسرائيل، إسرائيل تنتمي إلى العالم القديم. العالم الجديد الذي ينهض هو عالم ما بده يشوف إسرائيل. وإلا كيف منفسر نحن اليوم استطلاعات رأي بداخل الولايات المتحدة الأمريكية 50-55-54%، الحل هو بدولة فلسطينية كاملة. نعم. مش بدولتين. هذا في شيء يتغير بالدنيا. حرب غزة أدت إلى هذا التغير في الرؤية والفهم والمزاج. على قاعدة هذا يعني التململ الدولي من الاستعلاء الغربي، خلصونا يعني. هذه هي. وهيدا يعني ربما اللي ظهر اليوم بفشل التحالفات. اليوم إذا بدنا نحكي عن حلف شمال الأطلسي الناتو دكتور، عم نشوف أصبح بلا فعالية، تجلى ربما هذا الموضوع بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا يعني فك الاتحاد الاتحاد الأوروبي اللي شفناه يعني بعد أزمة صحية لمت بالعالم، شفنا كيف يعني أغلق على حاله وبطل اتحاد. هيدي بذور لهذا العالم. هيدا العالم شو حيكون عناوينه يعني؟ هلأ شوي عم نفتح شوي هيك هلالين على جنب لأنه مرتبط، بس شو حيكون عناوينه يعني؟ عناوينه فيها أكثر من الإنسانية والشراكة والتعاون الاقتصادي، يعني سيكون عنوانه اقتصادي أكثر من هيمنة على المستوى العسكري. هلأ يمكن العنوان الاقتصادي أحد العناوين البارزة، لأنه هلأ بلش التعامل الروسي الصيني بعملة غير الدولار، وحتى تعاون سعودي روسي وسعودي صيني بعملة غير الدولار. هذا مهم، لأنه أحد أوجه الهيمنة الأمريكية هي العملة الدولار. هن بيطبعوا دولار وبيكبوا بالعالم، بيطبعوا بيبعتوا لإسرائيل وهي بتشتري بتدفع للعالم، هن ما بيكلفهم شيء يعني. صحيح. هذا مهم، هذا جانب مهم. لكن في جوانب أخرى أهم، هي يعني الهيمنة الثقافية من جهة والهيمنة السياسية من جهة، وهول بيكملوا بعضهم، السياسي والثقافي والاقتصاد. هن بيكملوا بعضهم. أي ضربة على أي واحد منهم بتفيد وبتخدم الجوانب الثانية. يعني عندما يكون هناك مواجهة للنفوذ الأمريكي والغربي بالشرق الأوسط ببلادنا، أفريقيا بتستفيد منه بالتحرر من النفوذ الغربي والفرنسي. الصين وروسيا بيستفيدوا منه. إذا روسيا نجحت بمواجهة هذا التحالف الغربي في أوكرانيا وكسرته، نحن بنستفيد بمعركتنا ضد الولايات المتحدة وضد إسرائيل. نستفيد هزيمة إسرائيل بأي شكل من الأشكال، تراجع نفوذها، ضرب قدراتها، هذا تراجع للنفوذ الغربي، لأن إسرائيل هي قاعدة النفوذ الغربي في بلادنا. قاعدة عسكرية مدججة، الغرب بس يشوفها أنه والله تعرضت لضرب بيركض كل الغرب مثل ما صار. يعني هي كقاعدة عسكرية تحمي المصالح الغربية في منطقة، وتهدد أي حركة تحرر، تهدد الشيوعية بالسابق، الحركة القومية، المقاومة الفلسطينية، المقاومات في المنطقة. عشان هيك ركض الغرب كله ليحميها. في المعركة اليوم مترابطة، أي إنجاز يحصل في أي مكان ضد النفوذ الغربي هو يعني دوائر متصلة بيوصل لمحلات تانية. فمشان هيك يعني شوف مثلا بعد 2006 هزيمة كبيرة لإسرائيل وللغرب اللي كان واقف وراء. 2008 الأمريكان فاتوا على جورجيا، ضربوا الرئيس الجورجي ودمروا السكنات واللي هي منطقة نفوذ أمريكي. نعم. فكله مترابط، وهي معركة اليوم نحن بقلبها، بس هي إلى هذا البعد العالمي والإنساني السياسي الثقافي الاقتصادي.
طيب دكتور، فاصل أخير وبنرجع من كف مع حضرتك إذا سمحت. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. مجدداً نبرح فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الأخير من السياسة اليوم. أجدد الترحيب بحضرتك دكتور طلال عتريسي. كنا عم نحكي قبل الفاصل أن الحرب الإسرائيلية على غزة يعني بعد 3 أشهر، دخولنا اليوم بالشهر الرابع، هذا يقول أنه هذه الحرب لها تأثير على المستوى العالمي. إذا بدنا نحكي بال المدى المتوسط، ربما بمنطقة الشرق الأوسط وأبعد سيكون لها تأثير عالمي بسبب يعني إعادة توازن توزيع الأدوار العالمية، اللي كنا عم نحكي أنه العالم اليوم يعني ضاق زرعا من الهيمنة، من التسلط، من سرقة مقدراته الطبيعية. وذكرت حضرتك مثل التحرر في أفريقيا. شو شكل هذه المرحلة القادمة؟ يعني فينا نسميها كباحث اليوم استراتيجي، تفسر لنا، لأنه في فرق بين التسويات ويعني الحلول. نحن نتجه إلى تسوية في المنطقة دكتور، ومن بعدها بدي أسألك أين دور لبنان في هذه التسوية أو موقع؟ يمكن يعني مرحلة التحولات والمخاض ممكن يكون فيها محطات تسويات مؤقتة. يعني مثلا يمكن وقف إطلاق النار بغزة والتفاوض لإطلاق سراح الأسرى والتفاوض حول إعادة إعمار غزة يكون تسوية. ما هلا ممكن الإسرائيلي يحاول يطرح تسويات أوسع وأكبر، أو الأمريكي إنه والله هدني لمدة 25 سنة مثلا مشروطة بإعادة الإعمار، أو حكومة مشتركة من السلطة ومن حماس أو هي. هذا كله بصير يناقش وقديش بيختم الأهداف. لكن في شيء ثبت اليوم أنه المقاومة أصبحت يعني حقيقة أكثر من أي فترة ماضية، وأنه هي تستطيع أن تصمد، تستطيع أن تحقق الإنجازات، وتستطيع أن تعمل معاً في كل المنطقة. هذا ما كان مؤكد قبل، هاي معادلة جديدة، وهي بدها تشوف القوى الدولية كمان. يعني روسيا والصين عم بيشوفوا وعم بيراقبوا بالتفصيل شو عم يحصل. وإذا خرجت يعني إسرائيل مهزومة من هذه المعركة، وهيك رايحة الأمور يبدو بغض النظر عن يعني المجازر والآلام الكبرى، لأن واحد يعني بعيشها، بس انه لا يقدر يفكر بده يطلع يشوف من فوق اكثر. الروسي والصيني يراقب ما يجري، وهزيمة اسرائيل، هلا طبعا هن عندهم علاقات مع اسرائيل، بس هن هزيمة اسرائيل يعني هزيمة الغرب. هلا الروسي اختلت شوي العلاقة بالفترة الاخيرة بسبب اوكرانيا، بسبب الحرب في اوكرانيا، لكن مثلا نشوف الحرب باوكرانيا حتى. الصيني ما اعلن موقف نحن نؤيد روسيا في الحرب كذا، ما أعلن هيك موقف، بس هو فعليا إلى جانب روسيا وزار روسيا، والروسي إجا على عند الصين والاتفاقات الكبرى اللي صار، وقال له الصيني للروسي وقت زاره أنه نحن نصنع معادلات لم تحصل منذ 100 عام. طب هاي المعادلات جديدة، مش الشرق الأوسط بقلبها والمضائق عنا. كنت عم تسأل أنه ليش هيدي مهمة؟ صحيح. لأنه التجارة العالمية والنفط اللي بعده لحد هلا مهم بالنسبه لدول العالم، للصناعه وللاقتصاد وللتشغيل الماكينات، كله بيمرق بهاي المنطقه. فاذا المنطقه رايحه يعني باتجاه تصاعد اكثر لمنطق القدره على الثبات في وجه النفوذ الغربي بشكل عام، رايحه اكثر بهذا الاتجاه. هلا بمنطقتنا في مقاومه عسكريه مسلحه قويه، بافريقيا في مقاومه مختلفه ثقافية وسياسية واقتصادية، بالصين وروسيا في يعني أنا مش هيك سميها، في ممانعة
للهيمنة الأمريكية. أحيانا نحن بنكون بدنا روسيا وأمريكا يكونوا بجبهة المقاومة. هني مش هيك. يعني هني بجبهة أوسع. فالعالم رايح بهذا الاتجاه. باتجاه أنه نفوذ الغرب لم يعد كما كان في السابق. لم يعد هناك ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وحتى في العالم لم يعودوا كما كانوا في السابق. الولايات المتحدة مستسلمين بالكامل. ما عاد فيها تدير العالم مثل ما بدها. يعني الولايات المتحدة هلأ باليمن شو عملت باليمن؟ إنه المفروض الولايات المتحدة هي قاعدة هونيك تلفن وقفوا للقصف. هيك مفروض. نعم. طب هذا انتهى. بدها تعمل تحالف وبدها تيجي بريطانيا وبدها هي تيجي تقصف مين؟ اليمن اللي هن ناس لا يشكلوا هذه القوة العظمى يعني هن مش روسيا أو الصين أو أو أو. ورغم هيك نحن ما بدنا نوسع الحرب إنه بدنا يقصفوا ويهربوا. في شيء عم يتغير بالعالم. هذا التغير هو هيك. هذا التغير باتجاه انه في قوى صاعدة. قوى تريد المزيد من الاستقلال. تريد المزيد من اضعاف النفوذ الغربي والتخلص من الهيمنة الغربية. هذه القوى الى احجام مختلفة. والى قدرات مختلفة. بس هي تتلاقى بشكل مباشر بشكل غير مباشر كمان. يعني مثل ما قلت قبل شوي انه تجي عشرات الدول تؤيد جنوب أفريقيا في الدعوة ضد إسرائيل. ضد إسرائيل يعني ضد الغرب. صحيح. يعني ضد المجازر. يعني في بعد إنساني وفي بعد سياسي كمان. نعم. هذا هو الشكل القادم القريب مش البعيد. لكن هذا كمان يترافق مع يعني مخاض وتضحيات والأمريكان مش مقتنعين بأنه هن نفوذ يتراجع. هلا أن كل شعارات نشوف في مواجهة الصين حتى لا تكون هي القطب الأقوى والأوحد في العالم. هم يقاتلوا لوقف التراجع مش لاستعادة الهيمنة. للحد من هذا التراجع. استعادة الهيمنة خلصت. يعني يكفي أن ننظر نحن إلى روسيا لحالة ما في حدا معها بالحرب بغض النظر مين بأيدها مين ما بأيدها على ننظم في لحالة تخوض حرب ضد مين؟ ناتو. ضد الغرب كله. كل الغرب يعني الغرب يعيش أزمات اقتصادية اليوم عند شعوبه. الألمان عم بيتظاهروا بيضربوا بسكروا طرقات ببريطانيا بفرنسا الغلاء فاحش بيكوي الناس. الغرب كله يخوض معركة ضد روسيا لحالة. هذا شو هذا مش يعني مش شغلة عادية. مفروض انه روسيا تنهار خلال اسبوع ولكن هذا يعكس حقيقة. مفروض انه اسرائيل خلال اسبوع تدمر غزة وتدمر حماس. هذا على اصغر. صحيح. كمان ما قدرت. مفروض انه اسرائيل تقدر تردع جبهة الشمال. ما قدرت. مفروض انه ما تعقد اصلا المحكمة الدولية ما تتجرأ جنوب افريقيا. انا اذا بجمع كل هول بركبهم على لوحة واحدة بيطلع عندي ببين طبيعة المشهد المقبل اللي يتبلور من الان. بقدر شوف ساعتها شو طبيعة المشهد المقبل. مش معناتها انه يعني بسهولة بيركب. لا الطرف الثاني بيقتل وبيدمر ومتوحش وما عنده قيم وما عنده معايير ويكذب وينافق ويضلل الرأي العام. عشان هيك يعني تحتاج المسألة بس انه المسار بهالاتجاه. هذا هو. نعم. طيب يعني بالحديث عن لبنان كمان لبنان يعني يسير بهذا الموضوع. شفنا هوكشتاين جاء الى بيروت دكتور حكي اللي حكي بس يعني كان في وضوء كان في كلام رسمي وكلام من قيادة المقاومة في لبنان برأيك تتناغم اليوم هذا الكلام الرسمي يدعمه يعني قوة المقاومة على الجبهة وهيدا بدل على التراجع الأمريكي اللي كان يعني صحيح. كان لبنان غير هيك الواحد ليكون واقع لا. طبعا زمن اللي كان فيه الأمريكي يأمر وينهى ترتيب القرارات بلبنان كمان انتهى. هلأ لا يمنع أنه أكيد بعد عنده نفوذ وبعد في ناس يعني بتلبي وبتشوش يعني بس أنه الأمريكي لم يعد بإمكانه أن يأخذ لبنان إلى حيث يشاء. يمكن بيأخذ أشخاص بيأخذ بعض السياسيين بيأخذ بعض الجماعات له نفوذ عليها. صحيح صحيح. مثل بما كان كثير بالعالم له بالاقتصاد ربما يعني بالعقوبات ألف سبب وسبب. كنا عم نحكي إذا هو بياخد بريطانيا كلها بياخدها معه ف يعني هون بياخد كم بعض الشخصيات
الأحزاب أو التنظيمات وكذا، لكن هو مش قادر يغير المعادلة المتعلقة بالحرب مع إسرائيل، مش قادر. هلا هول وضغط هو وغيره وغيره الأوروبي والألماني والفرنساوي ما بعرف شو كذا أنه وقفوا، وإلا بصير حرب كبيرة بلبنان ما بعرف شو بصيركم. الهدف مثل ما قلنا، الهدف أنه تكون إسرائيل مرتاحة، لكن لغاية الآن هو لم يحقق أي شيء، أي شيء على الإطلاق. هاي صرنا 100 يوم والحرب مستعرة، الإسرائيلي يشكو كما ذكرنا، وكل التصريحات الإسرائيلية أنه إحنا ماش قادرين نتحمل بالشمال. هذا بيخلي الضغط الأمريكي يزيد والوعود تزيد والإغراءات تزيد والتهديدات تزيد، لأنه إسرائيل مش عم يتحمل، مش لأنه نحن لا نريد الحرب في لبنان، مش لأنه خوفا على اللبنانيين. نعم. بعتذر عم أقطعك، بس يعني في فرق بين أول الحرب عندما كان الأمريكيون هم يهددون يعني بلهجتهم وأنه الأساطيل موجودة هون ويمكن أن تضرب، والفرق أن ينقلوا رسالة من الإسرائيليين إلى لبنان بأنه نحن بدنا نشن حرب إذا ما بيوقف حزب الله. في فرق بهيدا الموضوع طبعاً. بالنسبة للتعاطي الخارجي الأمريكي، لأن البداية وإرسال الأساطيل والبوارج وكذا يعني ترافق مع تهديد أنه واحد يتدخل بالحرب ضد إسرائيل، تركوا إسرائيل تقاتل لحالها. لكن تبين أنه هذا التهديد ما له مفعول، ما قدروا يصرفوه يعني، واشتعلت الجبهة. تاني يوم 28 اشتعلت الجبهة. هلا الأمريكي بغير خطابه، بغير رأيه، يعني بيشوف شو الحل الأنسب لإله لمصلحة إسرائيل، بغير، بصير يقدم وعود، حتى قدم وعود لليمن مش بس لعنا، إنه اللي بدكم إياه وبدي أفتح لكم فك الحصار وكذا، بس وقفوا، ما ردوا اليمنيين، فبيغيروا. حتى بلبنان هذا التهديدات ما نفعت، فبصير بيحكي عن يعني إغراءات تانية، عن وعود تانية، بس هذا الخطاب تغير. لأن المعني فيه هو المقاومة بلبنان، والمقاومة يعني ما بترد على هيك تهديدات، مش جديدة عليها ولا الوعود جديدة، يعني هي بعد الألفين جاها وعود وإغراءات ضخمة، وأنه مليارات وخذوا اللي بدكم إياه بلبنان، بس أنه خلص ضبوا لنا السلاح وخلصوا من هذه المسألة. الهدف أنه إسرائيل ترتاح، هذا هو الهدف. إذن إيه طبعا تغيرت، لكن الأمريكي برجع بقول عنده مشكلة، عنده أزمة لها علاقة بالأزمة الإسرائيلية بالداخل، مشان هيك هون عم يشكل ضغط عليها، مش قادرة تعمل إنجاز بالداخل، مش قادرة توقف التهديد اللي عم يجي من جنوب لبنان، مش قادرة توقف التهديدات الأخرى، فعم ينزل الأمريكي بتقله، عم بيحط كل رصيده. نعم. الأمريكي اللي عم يخسر من رصيده، بايدن رح يخسر الانتخابات بسبب هذه المسألة. نعم. فبيكون هو دفع ثمن لحماية إسرائيل. بالنهاية إسرائيل ما عملت الإنجاز المتوقع الاستراتيجي الكبير اللي لازم تعمله، ما عملته. هل برأيك دكتور اليوم يعني هناك فرصة لتحرير الأراضي المحتلة، الأراضي اللبنانية طبعا المحتلة؟ بخطاب سابق السيد نصر الله يعني قال أنه هناك فرصة لتحرير الأراضي المحتلة، بمعنى هل المقاومة يعني يمكن فصل ملف الحرب على غزة بملف الحرب على جنوب لبنان؟ الشرط أن تتوقف الحرب على غزة، بعدين لكل حادث حديث. هيدا لكل حادث حديث، يعني يمكن الدخول بتفاوض، إذا لانسحاب إسرائيلي يشبه يعني ربما انسحاب الألفين بدون معارك من الأراضي التي تحتلها. إذا بينسحبوا مع السلامة، نحن لهم بدنا الأراضي، ساعتها بيبين أنه قدرة الردع اللي عملتها المقاومة حررت. بس لكن مش يعني حدا يجي قايد أنه نحن بنبحث بس وقفوا الجبهة بالشمال يعني جنوب لبنان، مش هذا المطروح. مطروح أنه أن تتوقف الحرب أولا في غزة، وقف المجازر، وقف العدوان في غزة، بعدين بدكم نحكي بال 1701، نحكي بالقرى المحتلة بشبعة، نحن جاهزين، لأنه العدو بوضع أضعف من السابق، هي هاي الفكرة، وأنه المقاومة بوضع أفضل، وأنه لبنان بوضع أفضل، لأنه العدو بوضع أضعف من السابق، تعالوا منفاوض ومنخلي لكم المستوطنين يرجعوا مثلا.
ولو هيك كان الوضع قبل صحيح وكان في مستوطنين. طب نحن بنقول لكم تعوا ارجعوا مثلا، بس انه بدنا شبعة وبدنا القرى السبعة المحتلة وبدنا كذا وكذا وكذا، لكن هذا مرهون بالمعركة بقطاع غزة. بس يوقف الإسرائيلي العدوان نحن منوقف، هذا قرار المقاومة يعني هذا المعلن، وبعدين لكل حادث حديث، تفاوض مش تفاوض، نتفق ما منتفق. وهذا العنوان هو العنوان كل جبهة المقاومة. باليمن نفس الشيء، وقفوا الحرب نسمح نحن بعدين كأنه ما في شيء، وباقي الجبهات كمان نفس الشيء. طيب يعني نحن بلبنان الوضع سيبقى كما هو عليه، بس ولكن في تخوف أمريكي كان من تهور يعني بعض قيادات حكومة الحرب الإسرائيلية بلا من توريط الولايات المتحدة الأمريكية، وهن هددوهم قالوا لهم أنه خذوا هيدي الرسالة لللبنانيين، وأنه إذا لم يتوقف حزب الله نحن بدنا نوسع الحرب أكثر وبدنا نقصف أكثر وبعمق بيروت، ويمكن يمكن يعني أن تذهب حكومة الحرب إلى هذا الخيار دكتور، خصوصا اليوم عم نشوف قدي عم يعني عم تكون القصص مزروكة إذا صح التعبير، عم نشوف تحركات لأهالي الجنود ما بدهم يهون بقى أولادهم على الحرب، لأهالي الأسرة، أزمة اقتصادية، أهالي يعني 94 ضيعة بالمستوطنات أهلها أخلوها. طب كل هذه الضغوطات والفشل بغزة وين بده ينفس الإسرائيلي؟ نحن كنا متعودين لما بتضيق عنده بلبنان كان حرام يفش خلقه يا بغزة يا بالضفة، اليوم ممكن يفش خلقه عنا؟ أولا أنا بتقديري هذا التهديد خلص مفعوله، يعني كان لازم يعمله قبل لو كان عنده قدرة من أول شهر مثلا، ووقت انفتحت الجبهة هون كان لازم يسكرها مشان يرتاح. لم يجرؤ، لم يجرؤ، ومش بس لأنه الأمريكي كمان ما بده، خايفين الأمريكي من هاي الجبهة على إسرائيل مش علينا، هذا للتأكيد أنه ممنوع من أول أسبوع ممنوع توسيع الحرب، والبوارج إجت تهديد انه اذا بتوسعوا الحرب نحن سنتدخل، فنرجع نحن لا مش راح نقاتل كذا، بس اجت هاي لحمايه اسرائيل لانه تبين للامريكي انه اسرائيل عاجزه عن ان تحمي نفسها. لو قادره تحمي نفسها مثلا بال 2006 ما جاب لنا بوارج وكذا مثلا، بس هلا بعد 27 اكتشف الامريكي وقالوا مش قادره تحمي حالها، يعني هي بحاجة لحماية خارجية، يعني وظيفتها الأساسية راحت اللي هي حماية المصالح الغربية وزراعة عسكرية للغرب راحت، إجا صار الأمريكي بده يحميها. نعم. مشان هيك هذا التهديد كان لازم ينفذ في الأسابيع الأولى. ما عادش له خصوصا مفاعيل هيدا التهديد خلصت. خلص يعني كلام يعني بكلام اليوم واحد بعد. عامل توكيل لواحد خلصت مدته. مفروض الإسرائيلي كان ينفذ هذا التهديد في الأسابيع الأولى بنفس معركة غزة بنفس الوقت. طيب هلأ هو عم يشكي من معركة غزة، كلام الإسرائيلي كله أنه خلينا نطلع نوقف وإذا كفينا مدري شو بصر لنا. طيب إذا خلصت معركة غزة مع كل تبعاتها على الجيش الإسرائيلي وعلى الداخل الإسرائيلي وعلى المعركة السياسية اللي بدأت تنفتح، فين يرجع شنو حرب على جنوب لبنان؟ يضمنوا نتائج هذه الحرب؟ نعم. تفرق كتير بمنطق الحرب بين انه تكون هي حرب الان كما هي مساندة للمقاومة في غزة وتبعاتها، وفرق بين انه الاسرائيلي يشن حرب علينا. ورد الفعل قديش بيكون، يعني هلأ رد الفعل مضبوط بالحرب في غزة، عشان هيك السيد قال انه ستكون بلا سقوف وبلا ضوابط لانه راح تكون حرب دفاعيه. نعم. هتكون مثل 2006 حرب دفاعيه بس مع امكانات زايده 17 سنه من تراكم الانجازات. عشان هيك هذا التهديد بعتقد يمكن للاستهلاك الداخلي اكثر من انه للقدره على التنفيذ الفعلي. طيب دكتور
لا شوي ملفت هيك داخلية شوي بلبنان. صحيفة اللواء كتبت اليوم أنه السعودية ستبادر إلى إعادة تحريك الخماسية الدولية في الملف الرئاسي اللبناني. من المتوقع أن يقوم السفير السعودي بدور ناشط بعد عودته من الخارج، ومع وصول السفيرة الأمريكية الجديدة إلى لبنان، والتي ستعقد اللقاء الأول مع السفير السعودي. عم ينحكى عن مرحلة أولى من تحريك هذا الملف سيكون على مستوى السفراء بحضور لودريان إذا إجا على لبنان آخر الشهر. وشو يعني لما يقولوا ثمة توافق بين دول الخماسية على عدم التدخل في الترشيحات الرئاسية بالأسماء؟ شو هيدا الحكي اللي كاتبينه اليوم اللواء؟ شو بيقول؟ أنا ما هل بفهم. هناك فرصة عن جد؟ أنا ما بفهم أنه تم التوافق على عدم التدخل في الأسماء بس تم التوافق على التدخل بالملف. ما بفهم أنا كيف يعني أنه يا في ملف رئاسي سيادي يبحثوا اللبنانيين يا أنه مش سيادي. إذا واحد بده يبحث بالملف، لا هيدا بالمبدأ. أنا عم بسألك أنه عدم التدخل بالترشيحات، شو يعني لمين عم يحكوا هيدا الكلام؟ لا ما بعرف الخبر. يا ثنائي المتمسكين بمرشحكم، نحن فينا يعني عم نعملكم غمزة وإشارة أنه نحن فينا بهيدا الموضوع نناقش الاسم اللي أنتم متمسكين فيه. لا ما بعرف قديش الآن يعني في جدية بهذا الموضوع. هلا العالم كله مشغول. نعم. حتى السعودية حتى الفرنساوي حتى كله أولويتهم مش هون. مش هون. هلا يمكن يحركوا شوي الملف بس ما في شيء واضح. ورئيس بري حكي هذيك اليوم قال في مرشح واحد اللي هو سلمان الفرنجي، بدكم تفضلوا. نعم. لا فرنساوي ولا غيره ولا غيره ولا غيره. ما في حدا تاني اصلا هلا يعني. اذا مستعجلين على الانتخاب تعالوا تفضلوا على مجلس النواب لننتخب. فبعتقد كل هالحركه يعني بالوقت الضايع ما في شيء يعني، لا الجو العام بيسمح بالمنطقه ولا حدا فاضي بالمنطقه. انه ولا اذا ما صار انتخاب رئيس جمهوريه يعني الفرنساوي مش حينام، او السعوديه مشغول باله، او حتى الامريكي اللي مشغول على نتنياهو على الحكومه و و و فما بعتقد في شيء جدي وملموس وممكن ان يقرب المسافات. مع انه هذا غير في المبدا ان واحد لازم يصير انتخاب طبعاً. ولازم اللبنانيين يعجلوا وينتخبوا حتى لو في حرب بالمنطقه. ما بيمنع يقعدوا بس انه ما في حدا عنده شيء ثاني يعني غير مرشح الفرنجي. شو بدنا نعمل؟ لانه من يطرح يعني هذا الراي دكتور بيعززه بانه المرحلة المقبلة تستوجب وجود رئيس للجمهورية. طبيعي. لأنه يعني بغير حاجة لبنان يعني لرئيس الجمهورية، لأنه لبنان سيدخل بمرحلة تفاوض على مسألة تتعلق به يعني تثبيت نقاطه على الحدود وتحرير هيدا الموضوع. هيدا الموضوع يعني يمكن يقول أنه إيه يمكن لهذه الدول أنه تقول خلي يكون في رئيس جمهورية لأنه بدنا رئيس جمهورية يتفاوض ويمضي ويوقع اتفاقات. ونعم هلا هو ضروري نحن يعني موقف بيأكده الواحد أنه لازم يجب أن يكون هناك رئيس جمهورية امبارح قبل اليوم. صحيح. قبل الحرب وبعد الحرب يجب أن يكون هناك رئيس جمهورية. بس لكن المشكلة عند مين؟ مشكلة حتى مش عند السعودي ولا عند الأمريكاني ولا داخلية. مشكلة داخلية. يعني يجب أن يكون هناك توافق داخلي. وأنا دائما أؤكد أنه بس يكون في توافق داخلي، خارج ما في كتير يتدخل، ما في يخرب حتى لو بده يخرب ما بيقدر. بس يكون في توافق داخلي بيقبل بصير أمر واقع. بس وقت ما بيكون في توافق داخلي بيجي ساعتها فلان 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 بقول هيدا منيح، بيجي التاني بقول لا هيدا أحسن، احنا هيدا علاقتنا فيه منيحة، بيجي فلان الثالث بقول هيدا مرشح هالجماعة هول يا خي نحن ما بدنا خلينا نجي. بصير هيك. بس إذا في تفاهم داخلي، هلا إذا افترض يجتمع مجلس النواب والله يتفقوا على سليمان فرنجي، مين بيقدر يقول لا؟ صحيح. مين أي دولة بتقدر تقول لا؟ ماشي. بالعكس كلهم بيجوا بدهم يعملوا علاقات مع سليمان فرنجي ومع لبنان. بس إذا ما في تفاهم داخلي، وهذا طبيعي بمنطق الأمور ومنطق الحياة ومنطق السياسة، إنه بس يصير في تفاهم داخلي خلص. وصارت بدول كتير يعني دول كتير صارت، لأنه كتير عم يربط يعني كتير في تحليلات بتروح بإطار أنه بال2016 يعني بعد لما تم انتخاب العماد ميشيل عون، أنه بعد ما كان في يعني انتصار سجل بعد معركة حلب الكبرى،
صار في كلام يعني بين الأمريكان والروس والسعوديين، وأنتج هذه يعني الخروج من أزمة رئاسة عمرها 2.5 سنين. اليوم كمان في جبهة مشتعلة، يعني كمان يمكن أن تفضي إلى انتخاب، وهذه الدول تحكي بين وبين حالة أنه فالمسرع عادة يعني. هلا يمكن أحيانا الأمور تفرض نفسها، بس ولا مرة يعني المقاومة على الأقل بتجربتها ولا مرة وظفت صحيح الإنجاز اللي بتعمله بالوضع الداخلي. لا نحن عم نحكي على صعيد المقاومة، على صعيد يعني الرؤية ربما أنه هلا بالحرب يعني اللي عم طبعاً تنخاض يعني ولا مرة وظفتها بالوضع الداخلي. هلا برجع بأكد يعني أنه يمكن يكون هلا هذا الحرب اللي عم تنخاض يمكن لازم تعجل أصلا بالتفاهم الداخلي. أنا بقول أنه حتى لو أنت عندك اعتراض على سليمان فرنجي أي جهة، أفضل تقبل فيه ب50% أو ب40 أو ب60، والله الفراغ اللي هو 0% أينه أفضل؟ أكيد تقبل بال40% وبال50% أفضل من الفراغ واللي أنت بتشكي منه، بتقول هذا الموقع الرئاسي الأول والموقع الماروني الأول وأنه عم بتروح وكذا 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 وأنه نحن ما بنقبل تعيينات بدون رئيس طيب في حدا مطروح. أنا عم أقول 40% مش 60 مش 54 55 أخذ الزلمة بالهداك، ليش ما بيروح الواحد وأنت شايف المنطقة عم تقلب وعم تغلي؟ روح للانتخاب شخص يعني مقبول، ما بدي أقوله هو السوبر بالنسبة لك أنت بلان فيه، مو أحد مرشحين كان نعم يعني البطريركية كانت طرحة مجموعة أسماء بهالزمانات هو واحد منهم صحيح. أنت مش جايبه من أستراليا يعني حتى بالألفين يعني باستحقاق 2014 طيب الوزير الفرنسي كان من الأسماء بغض النظر يعني أنا مش عم أقول أنه والله هو أحسن إنسان بلبنان وأحسن إنسان بالعالم، بس هو شخص مرشح مثله مثل غيره وأنت مضطر على انتخاب رئيس بالحسابات الواقعية بحسابات الربح والخسارة وأنت في موقع أول عم تتضاءل يعني أهميته وعم يتضاءل نفوذه. أنا بعبيله هذا الموقع بعدين بشوف بعالج، إذا في مشاكل بعدين بعالجها، والعالم مش فاضيلنا. إذا أنت بدنا ننطر نحن لتخلص حرب غزة، وشو بعرفني بعدين بيجي حدا بيقول لك هلا بعد في المفاوضات النووية الإيرانية وهلا بعد في الحرب باليمن بكرة، بتنطر لك 5-6 سنين بعد كمان. طيب بسؤال أخير إذا سمحت لي، إله محل اليوم زيارة الوزير سليمان فرنجي لكليمونسو يعني قبول هذه؟ هلا أنا عم بقوله ما إله علاقة بالانتخابات الرئاسية، بس ما في شيء ما إله علاقة لأنه يعني الحزب التقدم الاشتراكي معارض لترشيح الوزير الفرنسي، بس إنه برأيي ما في شيء ما إله علاقة والا ما بيعملوا هذا الغداء يعني مش انه والله هن يعني صاروا زمان ما تغدوا جاي على بالهم يتغدوا. اكيد اكيد في بحث بهذا الموضوع واكيد هذا ممكن يكون مؤشر على تغيير بالمقاربه عند الحزب التقدم تحديدا يعني ان شاء الله تكون بالاتجاه، لانه نحن بدنا انه يعني يكتمل يعني انتظام المؤسسات الدستوريه صحيح يعني خصوصا كنا يعني الحزب التقدم الاشتراكي ورئيسه السابق هو قارئ جيد بيعرف يعني كثير منيح بأي اتجاه بتدعم يعني تسير الأمور يعني هو براغماتي حتى كان موقفه من الحرب موقف إيجابي ومهم يعني طبعاً. لأنه نحن إذا بصير أي حرب نحن مع المقاومة ونحن يعني وقف العدوان الإسرائيلي لا يعني لا ما حدا بينفي الرؤية العروبية للحزب التقدم الاشتراكي بهذا صحيح ويؤيده ويختلف على مواقف أخرى طبعاً. هذا شيء طبيعي. على كل حال نحن للأسف وقتنا انتهى دكتور طلال عتريسي، خلينا نشوف إذا اللبنانيين اليوم بهذا الانشغال الدولي بيقتنصوا هذه الفرصة ويذهبوا يعني إنجاز استحقاقاتهم. يعني يجب على لبنان كمان أنه المشهد السياسي يكون رايق كمان دعما لأي تطور، يعني ما حدا بيعرف بأي إلى أي يعني منقلب تنقلب الأمور بالمشهد جنوبا، يعني أن يغتنموا الفرص لأنه اللبنانيين يعني عموما كثير من المسؤولين بيروحوا الفرص بيستجيبوا متأخرين بكثير قضايا. هلا في فرصة تنمو الفرصة، العالم مشغول، روحوا انتخاب رئيس هو يعني نوقف نبيع مواقف هيك بيكون كثير منيح. بدي أشكر حضرتك الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأستاذ الجامعي دكتور طلال عتريسي، أهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.